إذن نرحب بكم متابعين عبر قناتنا الثانية. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد لطقس الجزائر. في هذه النشرية إن شاء الله سنتعرف على المناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار، وأيضا نشرية خاصة لهبوب رياح قوية، وهذا يوم السبت الخامس من شهر نوفمبر 2022. إذن نبدأ بالأمطار الغزيرة، ستتواصل على من مناطق ولاية الطارف عنابة سكيكدة جيجل إلى غاية بجاية، مناطق شمال ولاية الطيف شمال ميلا شمال قسنطينة وقالمة وسقراس. هذه المناطق ستشهد أمطار من فجر يوم السبت الخامس من شهر نوفمبر تتواصل إلى غاية منتصف النهار. الرياح ستكون قوية جدا، رياح شمالية على كل المناطق تقريبا الشمالية الشرقية والوسطى، تمتد إلى المناطق الشرقية الداخلية والهضاب العليا الوسطى، وتمتد أيضا إلى الأوراس وشمال الصحراء والواحات. سرعة الرياح قد تتجاوز 50 كم/ساعة. أيضا الرياح ستكون قوية جدا على كل السواحل الشرقية ومناطق الطارف عنابة سكيكدة جيجل بجاية قسنطينة قالمة سقهراس ميلا صيف، بالإضافة لأم البواقي ولاية خرشلة وباتنا وتبسة ولاية بسكرة. هذه المناطق ستشهد رياح قوية وقد تصل 50 كم/ساعة. تحية طيبة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.